السلام عليكم ورحمة الله الخوت. لأول مرة كندوز بالبيكالا أمام الفرج هو هذا، ديز من حداه صاحب الجلالة محمد الملك محمد السادس نصره الله والله يحفظه لنا. اليوم إن شاء الله يدير واحد الجولة في مدينة سالة على ما كنظن، مدينة سالة ومدينة الرباط، دير واحد الجولة وإن شاء الله طولنا الطريق الخوت. الطريق اللي كنا كندوزو منها من الهيوم سدودة البرج الخوت هو حنا حداه، حنا هو البرج هو هذا تماما ديز جنبو. ان شاء الله طولنا الطريق وماشي مشكل، راه سخنت الخوت الله يتعرقت. ان شاء الله نتمنوا غنوصلوا سالمين غانمين الى العمل باذن الله، خاطر منا تمارة انا الخوت. واحد القنطرة هي، ها القنطرة اخرى هي دايزين فوقها، غندوز فوقها ان شاء الله والله المستعان. راه وحسن الخوت، شو حسن فينا هو، يلا الله المستعان الخوت وعاش الملك. اللي يلا الله يحفظكم. برج الخوت كيبان صغير، شوف شوف تبارك الله، تيبان قصير، راه دابا وصلت لحداه، اللهم بارك طويل البرج. يلا تحياتي لكم، هنا الواد، حنا مازال شادين الطريق ان شاء الله. الخوت السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة للبرج هو فين خليته؟ أنا ضربت واحد الدورة كبيرة بزاف كاع، أنا الخوت البرج فين خليته مازال تابعني الطريق هاكا، يعني راه القضية في الطاقية، المناظر هنا زوينة الخوت. اللهم بارك، يلا الخوت الله يرحم الوالدين. الحمد لله وصلنا، كيف قلنا الحمد لله وصلنا للعمل، ولكن بعد واحد المشقات الانفس، مشقه الانفس الخوت باش وصلت. خرج من الدار مع شوف الخوت بلاصه ديال الترام كي دايره، لان الترام راه حابس، الترام راه ما خدامش راه حابس. واش نقول لكم، والله العظيم الا ضربت واحد التماره تقريبا ضربت ساعتين اللي درت تقريبا، جا كي طايح حليتها نتاع على ود الشاي حليتها الخوت، عركت سخنت عركت بزكت. زيد اوليدي زيد، كيف قلنا الخوت راه والله العظيم الا ضربت واحد التماره تقريبا درت ساعتين قل شي حاجه، ساعتين قل شي حاجه. نورمالمون كندير ساعات ديال المكانه اللي كندير، وحاليا درت ساعتين قل شي حاجه، بحال تقول شي مطلق ديال جديده تماما، مطلق ديال الفيتاس راني درت، يعني حققت واحد الانجاز الحمد لله اني ديكلاريت في نهاري، يعني ما بتش هذا ما كان. ومازال تلقاو من الخوت الله العظيم الا درت واحد الدور، عرفتي فين عرفتي فين مشيت، بحال مشيت لهيه وعرفتي سير وسير اخلي على الله وصل. والله العظيم يلا الله يرحم لكم الوالدين. والماكله راه ما جبناش الخوت اليوم ان شاء الله، ما جبناش الاكل ديال الحمام، لان راكم عارفين مع ضيق الوقت وما كاينش الوقت نيت باش غادي نهزو الماكله، وخصني نوصل للخدمه وبزاف ديال العوامل قاسيه. يلا تحياتي لكم، وان شاء الله الخوت غدا ان شاء الله باذن الله لنا لقاء. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. من بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بخير عليكم، كل شيء مزيان الله يحفظكم. كي جدو ذاك الخوت لقطات بغيت نشارك معكم الطريق اللي سلكنا البارح إن شاء الله، من بعد ما داز صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، دار واحد الدوزة من مدينة سالة ومدينة الرباط إلى القصر الملكي، وهاديك هي الطريق اللي كندوز منها من حدا القصر الملكي، هاديك هي الطريق يوميا. الحمد لله كيف قلنا الخوت البارح ضربنا واحد التمرة تقريبا ماشي ساعتين، ما تقريبا جاية ساعتين ضربت، مشيت هاكا جيت إسبانيا ودرت على الحدود ديال فرنسا، مشيت حتى لجيت ما بيننا وما بين الجزائر، لا إفران خليته من هنا ما بيني وبين الجزائر، وجيت على تندوف، من تندوف وانا نقطع نيشان الخدمه نيشان، يعني ضربت البارح ضربت تماره فري والله العظيم انا ضربت تماره. ما علينا الحمد لله كل شيء الخوت من فضل الله عز وجل. كيف لاحظنا الخوت امطار الخير كاينه واحد الشتيوه رقيوقه، اجي تشوفي هنا هي واخا فيها البزق ماشي مشكل، حنا هادشي غادي نشللو ان شاء الله. انا الخوت امطار الخير الحمد لله، هي انها الغيث ان شاء الله. المجبج الخوت المجبج غادي نطلقوا مع الذكوره، لانه البارح ما كلاش، البارح الخوت راه ما كلات حتى لعبه الحمد لله، ما كلات حتى لعبه ان شاء الله. اينك يا مجبج؟ واليوم غادي نشدو نطلقوا مع الذكوره باش يطير. شتو وشتو بشويه ما تخلعوش، بشويه ما تخلعوش. انا الخوت هو المجبج، غادي نطلق الخوت الذكوره، وكيف وعدتكم وعدت نفسي ان شاء الله غادي نيطوايي، غادي نيطوي ان شاء الله باذن الله. والنيطوي جا الخوت ما غاديش نيطوي الكره الله اعلم، النيطوي غير الارضيه بما الحميمات، لان الامطار الخوت ما عمرهم شافوا الشتا، هاد الحميمات اللي عندي هنا ما عمرهم شافوا الشتا.
يلا وليدات يلا زيد وليدي زيد. كيف ما قلنا الخوت ان شاء الله ما عمرهم شافوا الشتا، هما راه فيهم الجوع، حنا غادي نخرجهم يطيروا في هاد ولين الامطار رقيقه الخوت، كيف قلنا الامطار رقيقه وغادي نجيبوا النيتوايو لهم حتى شويه باذن الله. يلا خرجوا وليداتي خرجوا صوتيو مجبش جا انت خرج. بحال الا كيدوشوني حتى الخوت سيك 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 كلشي طير الحمد لله ما طاروا. كيف قلنا الخوت بحال اول حاجه شنو غنديروا، ما بقى حتى شي ذكر تماك حتى بعد خطا تيبقاو. اول حاجه الخوت ان شاء الله غادي نيطويه الا بغى الله، غادي نحاول ندير واحد نيطوياج اما الذكور ما طايرين ولينا الامطار بحال الا حابسه راه ما كاينش الخوت شي شتا نيت بالمعقول، ما كايناش شي شتا بالمعقول. الخوت الحمام راه طاير، حنا قلنا هاد الوكر هذا شويه نقفص هاد هذا ساهل الخوت هذا ساهل ان شاء الله. هذا ساهل الخوت ماشي بحال الاخر. صافي غادي نجمعوا هاد البوزيقات حميمه بما طايرين وغادي نضربوا الخوت الارضيه ان شاء الله باذن الله. حنا غادي نمشيو معاه هكا دقه دقه ان شاء الله نديرو في الخنشه. الله يرحم لكم الوالدين ونتمنوا الخير. بالنسبه لماكسي درول الخوت شي حمامه هبطات، شوفي شكون هي السحمي هذاك ما طارق ما طارق الذكوره، هذا السحمي الصغير الخوت اللي هبط. ماشي مشكل ان شاء الله الاخرين غادي يهبطوا، حنا غادي نشوفوا ما شفناش شحال في الساعه فاطمة الزهراء شحال درنا فهاد فهمتيني 3 و 14 دقيقه. حنا نقولوا بدينا 3 نطويج درنا 4 دقائق في هذه حيت غير كرتناهم. يلا الخوت الله يرحم الوالدين بما نكرطوا الارضيه انا معكم وبما يهبطوا الذكوره ان شاء الله. بسم الله واش مشى؟ كاين شي امطار لغايت كاين هادو هما حتى هادو غادي نشوفو واش نقدر نزرب عليهم ولا لا. هادو نقدر نزرب عليهم الله اعلم نزرب عليهم ها ما
انا نقدر نزرب عليهم الخوت لابد ما الحمام يهبط ان شاء الله. هنا غنزرب عليهم هانتوما، ساهل ساهل داكشي ساهل، غير ما قالوا الخوت كتبدا غير العزيمه يعني غير البديه كيف كيقولوا ديما، خصنا الخنشه تكون كبيره، البديه هي اللي صعيبه. هانتي تانتيا صافي، ها البديه البديه ما قلنا وكلناش الخوت حتى الحمام بروديكسيون، راه باقي ما وكلناش. يلا اللهم يسر، حنا غادي نكملوا هادو دغيا حتى هما كاملين تسماو نيطوينا الشجنه كامله، والله يرحم الوالدين. الخوت امطار الخير دابا على ما قالت لي فاطمه الزهراء، انا باقي كنيطوي هادو ديال الكره ديال الدوكور، على ما قالت لي فاطمه الزهراء امطار الخير دابا راه بدات عاوتاني، وان شاء الله الخوت الله اعلم غادي يمشي فيها ان شاء الله. الحمد لله خوت شرينا ديك اللبسه، ها الحميمات هما بداو كيهبطوا، حنا يلاه ضربنا النص ديال الكره ان شاء الله. هادو اللي طويناهم اللي طوينا هاد الكره، باقي لي غير التقيلسات هادو غنضربهم دابا ان شاء الله. الحميمات الخوت راه طلقناهم فيه في الغيط ان شاء الله في الامطار، راه ماشي كيدوش شي طاير طايرين ياك، ها ما يهبطو قالت لك فاطمه الزهراء. طيحوه قوال، كان عليك ديري كان عليك ديري داك الشبيك الاخر، كيفاش هو ما لا بس صافي اواما، كيفاش اواما قلتي اواما؟ لا فاش قلت لك انا كان عليك ديري الشبيك الاخر قلت لي اواما، زعما راه طبعا. يلا الخوت الله يرحم الوالدين، كيف قلنا حنا طلقنا الدكور مجبج، ما عرفتش انا كاع شنو نكذب عليكم، الله ما مشاش ولا قول لي يمشي، يكون هبط راه يكون هبط ولا شي، لا ما كاينش مجبج الخوت، ما كاينش هنا المكتب حيت كاين داك الشظايا ديال الماكله، بلاتي بلاتي راه هو المجبج بجيك، حيد 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 خصو يكرس عاوتاني بالجوع، حيد حيد الخوت على بركة الله. المجبج راه مشى عاود لديك الدار، المجبج الخوت راه ما فيه فايده، ما نكذبوش على الله. راه باقي شي حاجه طايره، ماما دخل 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 الله يجعل البركة. دخل 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 دخل، باقا شي حاجة طايرة 100%. دخل 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 دخل، ماشي جوج ربعة ثلاثة سبعة، باقيين سبعة الخوت طايرين سبعة. دخل 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 دخل
لا نشوفوا هذوك اللي على برا ماما مجين باش خصهم يهبطوا ياكلوا راحتي الخوت قضيه اخرى. السلام عليكم ورحمه الله. كيف قلنا السلام عليكم ورحمه الله. اما هبطوا اما بداو فيها صح. شكون هذا مجبش مجبش حيت هبط بوحدو؟ لا ما مجبش. لا ما مجبش برك خضر. اما دخل 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 اما هبطوا دخل 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 وقضيه اخرى الخوت. قريت واحد الكومونتير باه واحد قال لي واعيين معاك قال لي واعيين معاك كنقول لك سد هذاك التقابيل اللي داير تماك في الدار. قريتي يا بنيتي؟ ما مرحبا ماشي مشكله الخوت كاع الاراء كنتسنت لهم يعني اي حاجه كنتقبلها واخا قالها بديك الطريقه ديال واعيين معاك هذه ماشي مشكل. خويا العزيز ما عرفتش باش داخل الكونت ديالو والله ما بقيت عاقل باش داخل نسيت على الاسم ديالو. ما علينا تحيه لك بعدا من هذا المنبر. واحد جاوبو قال لي وعندك الحق. الخوت ان شاء الله حنا دابا غادي نسدو هما دوك دوك القوادس اللي قلنا غادي نسدوهم مع العلم ان القوادس ماشي اول مره سنين ومينين هما محلولين. العام اللي فات راه كانوا محلولين والعام اللي فات كانوا محلولين والعام من نهار تصابوا هما محلولين. عام واحد اللي كنت سديتهم حنا ماشي مشكل. اليوم ان شاء الله كاين عندنا واحد الطرف ديال البونج كبير وكاين عندنا الموسي ان شاء الله الماتيريال موجود. غادي نقطعوا الخوت واحد الطرف ديال البونج افقي وغادي نديروه ان شاء الله. هذا مكان وغادي نسدو انا غنسدهم اليوم هذوك التقابي باذن الله وقدامكم باذن الله والحمد لله. بالنسبه للحمام الانتاج الخوت باقي ما وكلناش. راه البارح درنا ليه داك ما نقولوش الباج درنا ليه غير داك الزيف راه هو درنا ليه الخوت داك الزيف على ود الامطار الخير داك الغيت باش من الامطار الخوت ما تدخلش ليه ان شاء الله. ضرب غير في هذاك وتهبط داكشي اللي كاين. ان شاء الله غادي نوكلوا الحميمات ديال الانتاج ديالنا ونعطيهم يشربوا حتى همايا ونهبطوا في حاليتنا الخوت لان اليوم ان شاء الله خاصني عاود نخرج بكري. هذا مكان ونتمنوا الخير والله يرحم الوالدين. بالنسبه للخوت الذكر عزلناه مريض هو خو المجبج من الحمام الجدود راه هو في المكتب راه حطيت ليه الماكله ديالو تماك ان شاء الله وعطيته كينه وحده اللي كانت بقات لي ديال 4 في 1 هي اللي عطيته. الاول مجبج يمكن جا لا لا طايره بكار طايره بكار طايره بكار. هذا مكان يلا الخوت الله يرحم لكم الوالدين والله يرحم لكم الوالدين. الخوت المجبج راه هو باقي تماك في ديك الدار وغادي نقطعوا الخوت دابا ان شاء الله باذن الله نقطعوا البونج وغادي نديروا قدامكم من بعد ما غادي نطلق الاناث يطيروا. يلا خليكم معنا الخوت الله يرحم الوالدين لا تقطعوا ولا تستقطعوا. اول الخوت المجبج جا دخل دخل حنا الخوت نطويو هادي المجبج الخوت مابقاش كيهمنا كيف قلنا بغا يدخل يدخل بغا يجلس يجلس. حنا الخوت نغسلو غير هادي هانا هانا صافي. هيا تغسلات الخوت هاد الطابلة ديال الطابلة ديال ماشي الكونستاتور ديال سبوتنيك الخوت هي الحمد لله تغسلات. مجبج بان ليا بحال إلا راه هو كاين دابا الفوق فوق اللوفت كاين كاين كيف قلنا راه كاين الخوت المجبج. حنا غادي ان شاء الله الخوت غادي ندخلوه باذن الله ها غيكون طار. خليه يمشي يمشي عاود لديك الدار. نقطع هاد البونجا باش غادي نلصقها في الخنت وانا معاكم. حنا كنقطعوها بالموس ان شاء الله
عطني يلا الخوت الله يرحم الوالدين. تيقلب على ما يحمل. مشى الخوت اليوم الثاني ما غياكلش. راك ديجا هضرنا الخوت ما غاديش نحنت. لا لا دخلوا دخل اونتري 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 اونتري. الحمام باقي بالجوع، الخوت ما بغيش نعطيه ياكل بزاف. وكيف كيف العاده نخرجوا الخوت الاناث هادو باش غادي نسدو ان شاء الله دوك الثقوب باش غادي يجي داكشي مزير ان شاء الله. نخرجوا الخوت نطلقوا بعدا الحميمات هما الاولين، والزغاليله نخليهم هنا نعطيهم ياكلوا هنا ان شاء الله دوك الزغاليل الاخرين باذن الله. خرجوا وغادي نطويو الخوت بالخف هنا. حنا غادي نعزلوا الخوت دوك الوليدات، الوليدات اللي ما كيطيروش هما اللي غادي نعزلوا باذن الله. خليكم معايا الخوت نعزلوهم كاملين بعدا بلاتي بلاتي. داك الطوبين محروق الخوت طلعنا تقطيره. ها فين التقطيره؟ التقطيره التقطيره فين جبتيها معايا؟ هاي 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 تقطيره الخوت اللي شرينا للمدام البارح، لان ضربوها الفراج والله العظيم الا ضربوها الفراج في عينيها مسكينه. عرفتي كانوا غادي تقبوا لها عينيها والعين ولات حمراء بالدم كامله العين كلها داك البيوضيه كيف قلنا المومولا داك الكحوليه لا يعني بلاصه. هذه هي اللي خدينا لها ماكسي درولايه باقا جديده يلاه خديناها غير البارح. البارح ولا البارح ولا البارح يمكن. حنا غادي ندير لي تقطيره عن بعد. مازال اخوتي هانتوما شو مازال مجبجا ومازال فيه الدمعه الخوت، مازال فيه الدمعه. غنديروا لي هذا ماكسي درول واحد التريتمون الخوت راه مازال جاي، لان هذا الوحيد اللي فيه لنا هذه اللي غادي نديروها للخوت من البعد. ها انتوما عن بعد حيت مازال هايا هايا قطرنا ليه حيت مازال هذه دي الجوجه ديالي ان شاء الله غادي تستعملها. درناها عن بعد. شوف شوف عيني مسكين كي دايره. شوف شوف مجبج. شوف مجبج الخوت مجبج. وهذا راه الوحيد في الاناث الخوت اللي وقع عليه هذا المشكل. وكيف قلنا غادي نطلقوا الخوت دابا الاناث، الزغاليله نخليهم هنا نحط لهم الماكله ديالهم هنا ان شاء الله. ومن بعد الخوت ان شاء الله غادي ندخلوا نيطويو بالخف الشجنه ديال الاناث. والله يرحم الوالدين بالله باذن الله بسم الله بسم الله. باقي لنا شنبوره فاطمه الزهراء. لا لا صافي لا 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 هذاك اللي فيه البيض. يلا بسم الله على بركة الله. زيد 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 ابنياتي زيد زيد كلشي كلشي يخرج. صوتي 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 نحاسية. سير 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 انت 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 اللي بغيناك طير 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 الشتا طير طير نحاسية. طيروا طيروا خسير الخوت. ماما طيروش ما طارت. فين هي النحاسيه؟ ما فهمتش الخوت مالها النحاسيه. صافي ما بغاتش طير. ما اجي حنا غنديروا لهم الشبيك البنيه، نديروا الشبيك باش الحمام ما يدخلش ان شاء الله باش تنقادوا الامور ديالنا. غادي نيطويو. ها هي النحاسيه. هاي نحاسي الخوت فيه شي حاجه ولا ما فهمتش. نعطيو دوك الزغالي اللي ياكلوا ان شاء الله. سمحي لي كنزرب. شنو اخر اري كيتلاقى مع شي زهره شي تصويره في السماء. عندك تزلقي عندك تزلقي الخوت. كيف قلنا اول حمامي كيتلاقى اول مره كيتلاقى حمامي مع شي حمام ديال شي مولوع. شكون هو هذا المولوع؟ الله اعلم الخوت. انا مهم مولوع الخوت. واش هذا اخونا والبطل بوكسا اولا ما عرفتش الخوت شكون هو هذا البطل هذا اللي تلقى حمامي مع حمامه. تبارك الله شوفوا الفرقه الخوت قداش ولا. حنا ما غاديش نضيع مشاو. كيف قلنا الخوت ما غاديش نضيعوا. ماما تبارك الله. حنا اول حاجه الخوت. اجي يا بنيتي اجي فاطمه الزهراء اجي يا حبيبه اجي
اشيو نحس هي دخلات. لا هيا والله حتى دخلات. ما فهمت اخويا هذا والله ما فهمت. الخوت هذا النحاس اذا ما مريض ما والو ما فهمناش مالو، ما كيبغيش يطير. بالنسبه للوليدات الخوت، اول حاجه الوليدات هما يا غادي نخرجهم كاملين ياكلوا، لان هاد الاولاد ماشي هما الكبار، هادو ما كياخذوش حقهم الماكله. الاخرين تيهرفوا عليهم، نخليو هادو ياكلوا ان شاء الله. اجي بنيتي اجي. وكيف قلنا الخوت قبل ما نيطويه، قبل ما نيطويه حاجه وحده، هادوك هادوك كيف كتقولوا لي سدوهم، حنا ها مابونجا درناهم كبار ان شاء الله، درناهم كبار وغادي نحاولوا ما امكن نسدهم. خصني شي كرسي. كيدخل البرد عندكم الحق. الخوت غادي يمشي يجيب واحد الكرسي، خليكم معايا على بركة الله ان شاء الله. دابا حنا غادي اها هذا الخوت هنا كي كيف قلنا كيدخل ماشي كيخرج، كيدخل شويه شويه د البرد، ما كاينش بزاف بزاف، انما غير شويه. حنا غنديروا ليه هكا هنا، هذا خصها تقطع بنيتي. فاطمه الزهره حطي الهاتف وسير جيب لي الموس. اها صافي خي علي صافي كون هاني، انا غادي انا نصيب. يلا يلا الله ما يسر. يلا يلا سمر. انا الخوت سدينا وحده، راه هي سديناها. هذا الاخ ديالي اللي عيط لي عنده المعلمين هو خدام. هذه الخوت هي سدينا، كتدخل الريح هنا، كيدخل الريح هنا. اول حميمه رهبطوا كيدخل الخوت الريح، وباقي المشكل النيطويج ماشي مشكل. الخوت غادي نيطوي والحمام باقي هنايا. ها الثانيه هي سدات الحمد لله. هاما الخوت تسدوا، هاما تسدوا، هاما تسدوا الخوت صافي، هاما تسدوا. حتى واحد ما يقول لي مازال علاش ما سديتيهمش ولا شي لعيبه. هاما تسدوا. هاتي ليا هاتي الموس. امطار الخير يلا عدل العصر الخوت، والحمد لله امطار الخير دابا. باقي لنا شي حميمه طايرين في السماء. بالنسبه للماء عطيتهم عاود افيدريس في الماء، الاكله ونقصوا لهم. نتمنوا الخوت الحميمات بعدا يكونوا كاملين، لان كيف لاحظنا تلاقاو مع الحمام ديال شي مولوع، الله اعلم شكون هو هذا المولوع هذا اللي تلاقى حمامي مع حمامه. وكيف قلنا من الاحسن الخوت المولوع يطلق حميماته في اي وقت، متفقين في اي وقت الخوت، بالاخص ملي كتكون الامطار يطلق حميمته في الامطار ان شاء الله، راه ما يخاف والو. الحمام خصو يولف الخوت جميع الاجواء، هذا ما كان. هاهما الحميمه تاهما طايرين الخوت في الشتيوا، راه كتصب رقيقه. سمعوا سمعوا انا غنسكت باش تسمعوا. هيا بياسه هبطات. خلط 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 خويا ابو عبيد قلتي ولعنا في واحد الحمامه، ان شاء الله الوقت ما كاينش، ان شاء الله دابا نولعك فيها خويا ابو عبيد الشيوي. هاهي حميمه هبطات. خلط 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 باقي الحميمات الاخرين. دابا نولعك اخويا ابو عبيد الشيوي في ديك الحميمه اللي قلتي راني عاقل عليها ان شاء الله، دابا نولعك فيها. خلط 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 خلط. هاهي حمامه اخرى هبطات. كتهبط حمامه بحمامه، لان الجو الخوت راكم عارفين كاين شويه ديال الريح. وفاطمه الزهره راه هي داخله الخوت كتوكل لنا ليه، كتوكل لنا الحمام ديال البروديكسيون، راه خليتها كتوكل الحمام البروديكسيون الله يرحم لها الوالدين.
خلط 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 هنا فين كنقولوا حنت محنا الخوت راه بامكاني نخرجوا نعطيو الله ما ياكل حلفت بالله ما غياكل علاش باش ما يبقاش يمشي الخوت لتما وان شاء الله غدا غادي تطلق ما غاديش يمشي باذن الله وانتم ردوا البال باذن الله ما غاديش يمشي خلط 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 نخرجوا الخوت برا ان شاء الله نخرجوا برا الماكله راه هنا سالات اصلا سالات الاكل راني طوينا الخوت وسدينا دوك التقيبات اللي كيدخلوا لنا البقدره وما يسترنا لهم بونجاتك وحل الشوم راه مسدودين بجوج ما خليتش كاع النفس ما يدخل النفس ما خليتوش الخوت منين يدخل هذا مكان ابو السحيمي هذا راه باقي مسكين ما عمرو طار نتمنوا فيه الخير والله يرحم الوالدين وكيف قلنا الخوت راه قريب ما بقى والو بالنسبه للتريتمون جينيرال يعني راه ما بقى والو باش ندير لهم الجهاز التنفسي وندير لهم جميع الادويه اللي خاصها الدار ان شاء الله والله المستعان والطبيب محروقه هو اللي فيه حتى هو الدمعه ها انتم خلط 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 مازال غادي نزيدو من الاكل الخوت لان الاكل راه ساله خلط 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 عافيه درس الخوت اللي عطيتهم هو محطوط هنا اصلا كاين البرد ماشي مشكله انتم الخوت الامطار راه الامطار كاينه خلط 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 الحمام الخوت عزيز عليه يطير في الشتا خلط 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 هذا اللي كان مجبج الخوت عقلتوا عليها هو هذا الطوبي هذا هذا الطوبي هذا راه كان مجبج كان عرفتي نيفو فازق فمو عينو كان كله مكشتر مكشتر معنى الكلمه وراه تقاد الحمد لله خلط 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 هنا تقدر تكون شي حمامه ديال 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 شي ديال هذاك المولوع زايد الله اعلم خلط 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 غنخرج شي حميمه الخوت غادي يهبطوا ان شاء الله فاطمه الزهراء الا كملتي قوليها لي الله يرضي عليك ساليتي يلا باش جيبي لنا شويه الماكله نزيدو ناكلو هادو سديت الباب لا ما مسدوش يا بنتي داك لي القفل ايوا سديت عليك بقيتي تماك شوف شو الحميمات مساكن باغيين يهبطوا الخوت الحمام باغي يهبط صافي عيا نقدروا نقولوا عيا حنا غادي نغزو لهم هادي هادي اللي غادي تهبطوهم ان شاء الله هاديك اللي غتهبطو ماما غادي يهبطو ان شاء الله دابا انا جي عندك بنيتي ماما غادي يهبطو ها هي البياسه يمكن غتهبط دابا ان شاء الله ها هي هبطات نيشان سبوتنيك الخوت اللهم بارك ها هي نيشان فوق سبوتنيك وانت جميله ديال المسافه الطويله باذن الله الا بغى الله عز وجل المسافه الطويله ان شاء الله خلط 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 نمشيو نحلوا الخوت فاطمه الزهراء سديت عليها يلا خليكم معنا الله يرحم الوالدين خشير غاد الحميمات اللي باقين استناهم يهبطوا دوك الربعه الخوت ان شاء الله وغادي نحط لهم الاكل الربعه اللي باقي ليا الخوت هما كيدوروا على المنزل الحميمات راه تقريبا هبطوا وسمعت فاطمه الزهراء شي واحد كيصفر الخوت ايه والله سمعت الصفاره انا ما سمعت الصفاره ما كذبوش على الله هي راه سمعت الصفاره ما بقاو جوج باقي الحاسيه وباقي شي دفلي محروق هادو هما اللي باقي الحاسيه حتى دخل 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 ماشي شي مزيان سيم لاش هاد الرجل هادي راه تقرعات هاد الحميمه الخوت هادي تقرعات تبارك الله اللهم بارك هادي هي داك الثقه داك الثقه هي هبطات كلات وكلات اللي بغات دخل 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 صافي الله يجعل البركه نعطيو الخوت الحميمه تياكلو شحال باك صفر هادياك الحمد لله يا باك صفر الخوت شي تصويره معاها باك صفر الحمد لله الخوت هي ما خافتش من الجوع الخوت راه كيدريسي الجوع كيف قلنا راه كيدريسي يا انتو ها هي فوق يديا يعني راه شويه بشويه الخوت راه الحمام الا بغيتي ما يخافش منك راه ما يخافش منك راه غير الجوع الجوع الخوت هو اللي كيدريسي كلشي هيا هي دابا راه هبطات فوق يديا هاديه تقدر تاكل فوق يدي هكا حتى الخوت راه واكله ما تنساش بانه واكله شوف الحنكوره ديالها يلا انا تكوني انت الحبيبه يلا بسم الله
على بركه الله نعطيهم الخوت نقدموا لهم الاكل ديالهم. ما بقينش جوج حميمات الخوت بعدا النحاسيه اللي باقا، ماشي النحاسيه مولا التليفون، النحاسيه الاخرى، حيت كاينه وحده كتعطل تبارك الله، وحده كتعطل. نعم شحال؟ 36. غتكون ديال المسافة هذيك. دخل 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 دخل، الله يجعل البركة الخوت، الله يجعل البركة. شو شو الدكور الخوت، شو الدكور، ولينا ما الخوت ما نعطيهمش ما نزيدهمش، كيف قلنا ما غنزيدهمش الدكور، ما باغينا والمزبج الخوت باغي ياكل ما غياكلش، لأني حلفت كيف قلنا الخوت حلفت ما غياكلش. خل 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 هو راه ما غادي يوقع لي والو، ما غيمرض ما والو الخوت، ما غيموت ما غيمرض ما حتى لعبه. الارضيه الخوت شوف كي ولات، ولات زوينه تنيطويات الارضيه ونيطوينا حتى الكره الحمد لله. دابا الخوت ولا داكشي ساهل، النيطواياج والله العظيم حتى ولا ساهل. المشكل كنت المشكل كنت كنلقى في الكاليبوتي الخوت، الله العظيم الا كنصحكم بالطوابل الكاليبوتي كنت كنلقى فيه مشكل. علاش خصني نطوي الكاليبوتي وخصني نخرجو عاد غادي نطوي لتحت وعاد غادي نرجعو كيشد ليا الوقت بزاف. دخل 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 عمودي وافقي. هاهي زوينه. دخل 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 دخل. يلا الخوت الله يرحم لكم الوالدين، وتحيه الخوت والحباب. ما قلنا جوج حميمات اللي بانوا لنا، نحاسيه واحد فيليا محروقه هما اللي باقين. الحمد لله راه سدينا الخوت دوك التقيبات ديال الاناث اللي قريت واحد الكومونتير على واحد الاخ قال لي سدهم، قال لي راه عييت معاك. انا خويا سديتهم، قال لي عييتي معايا، انا خويا داك داك خاطرك انا سديناهم ان شاء الله. لان واحد القضيه الخوت كيف قلنا راه من نهار دار داروا شجاني هما محلولين. العام اللي فات ما وقعش لي هادشي ديال الدمعه، ما وقعتش لي العام اللي فات. يعني الخوت راه ديما محلولين، يعني ديما محلولين، راه ماشي منهم، انا ما كنظنش منهم والله اعلم، هذا ما كان، والعام اللي فات كان البرد، العام اللي فات راه كان البرد، ما علينا. يلا الخوت الله يرحم لكم الوالدين، الخوت الله يرحم الوالدين. دابا راه كنشرب الحمام ديال البروديكسيون الخوت، كنشربوا دوك الحمام اللي سد عليهم، الحميمات اللي سد عليهم هما اللي كنشرب دابا، ان شاء الله. يلا تحياتي لكم، الله يرحم لكم الوالدين، تحيه لخويا عمر. وخونا جهاد، صابرينا، خونا سمير، خونا البشير، بوعبيد الشيوي، منير مخلص، كاع الخوت اللي كيبغيونا الله يرحم لهم الوالدين. فاطم زهرة، أمطار الخير، يلا الخوت أنا معاكم، أنا معاكم. يلا الله يرحم لكم الوالدين، واخا تسمعوني الميكرو، الله يرحم لكم الوالدين، الأمطار الخير تبارك الله راه كتصب نيت مزيان بالمعقول دابا. سمع سمع سمع. سمعوا الخوت سمعوا. يلا تحياتي لكم، والله يرحم لكم الوالدين. والله يرحم لكم الوالدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.